اول شيء احنا امس تكلمنا عن الادوات اللي هنا الصوت خليكم معي بالنسبه للادوات اللي اخذناها امس احنا اخذنا اداه الفرشاه والادوات اللي طيب معانا البراش تول لو انا فتحت ملف جديد نيو وهذا الملف يعني عادي مش مشكله ممكن يكون باي حجم بس انا شيء اوريكم بعض الاشياء لو فتحت اي ملف باي حجم مثلا وعملت بعدين فايل اوبن وفتحت صوره معينه ولتكن هذه الصوره من الاي فوتوشوب هذه الصوره مثلا علشان اخذ هذه الصوره من الملف اللي معي هنا الى الملف الاخر اخذها باداه الموف تول او ممكن احدد عليها تحديد مربع ريكتانجلر بهذا الشكل واعمل كنترول سي واجي لهنا واعمل كنترول في طبعا كنترول سي كنترول في او النسخ والله اساسا ما بيشتغلش ولا باي برنامج الا مع قصدي ولا باي ملف بالفوتوشوب الا مع التحديد النسخ واللصق بالفوتوشوب بيعتمد اساسا على التحديد كنترول سي كنترول في او كنترول اكس كنترول في اوامر النسخ واللصق بالفوتوشوب بتعتمد اساسا على منطقات التحديد. طيب خلاص هذا الملف محتاجوش عاده انا اقول لكم ما تعدلوش بالاصل عاده اقول لكم ما تعدلوش بالاصل اذا جيت تعدلوا تاخذوا نسخه زي كذا الى الملف اللي انتم فتحتوه الان اصبح معي كم طبقات طبقتين لو قربت بهذا الشكل عملت زوم بالعدسه طبعا العدسه تستخدم زوم ان زوم اوت اللي هي كنترول زائد كنترول ناقص مش نشوف القطرات هذه كيف ممكن نسويها مثلا اذا كان معي منتج اذا كان معي منتج زي البيبسي البيبسي عاده انا ممكن اصوره من غير قطرات وبعدين على اساس ابين انه عاده بارد وحاجه زي كذا اعمل قطرات بالفوتوشوب والاشياء هذه فأول شيء ممكن أنا إذا رسمت دائرة لاحظوا معي قبل ما أرسم الدائرة أعمل طبقة جديدة إذا عملت تحديد دائري بهذا الشكل هكذا وهذا التحديد أخذت أداة الفرشاة الفرشاة الآن لما أرسم فيها مش الصوت رقان الفرشاة لما أرسم فيها لازم أكبرها بالدال وأصغرها بالجيم لما اجي امسح بالفرشاة هل الفرشاة بتعطيني تأثير في هذه المنطقة فقط بتأثر على منطقة التحديد اذا كنت انا عامل تحديد ما فيش ولا اي اداة بتشتغل الا في منطقة التحديد لما اجي امسح من هنا لاحظوا معي ايش السبب انه لون الفرشاة كان هكذا اللون الامامي اغير اللون الامامي واخليه باللون الابيض مثلا انا لو قلت ضغط من الوسط بعبي الفرشاة بهذا الشكل كنترول دي فتصير معي هكذا بهذا الشكل انا ضغطت ضغطة واحدة فقط السبب انه الحدود كانت الشفافية حق الفرشاة لو تلاحظوا انه الهاردنس حقها كان صفر طيب يا جماعة هذا لاني انا اساسا لما ضغطت داخل الدائرة طيب لو تراجعت لو انا صغرت الفرشاة شوية بدل ما اضغط داخل الدائرة امسح من طرف الدائرة بهذا الشكل وامسح هنا من طرف الدائرة بهذا الشكل هكذا وبعدين اصغر الفرشاة بشكل اصغر اخليها اصغر على اساس اعطي حدود اكثر ممكن اعطيها حدود اكثر مثلا بهذا الشكل مثلا هنا هكذا ابيضها اخليها من الاطراف بيضها بشكل اكبر وبعدين اصغر الفرشاة بشكل اكبر مثلا هكذا اصغرها مثلا هكذا واعمل هنا مثلا نقطة وصغر اكثر واعمل هنا نقطه كنترول دي اصبحت معي بهذا الشكل كذا ممكن انا اكون شكل فقاعه عن طريق استخدام الفرشاه كذا كونت فقاعه عن طريق استخدام الفرشاه لو اشتي انسخها سحب مع ال بعضكم اشتي انسخها يقول لي يا استاذ انا جالس انسخها تنسخ لي الصوره اللي دي. السبب ايش السبب انه هذه المنطقه مالها شفافة لما تجي تمسك الطبقة اللي تحت بينما هنا إذا تجي تمسكوا الفقاعة ممكن تمسكوها من الأطراف بهذا الشكل طيب
مرة ثانية ممكن أرسم فقاعة بشكل آخر بس ما استخدمش الدائرة. ممكن تكون الفقاعة مش شكلها دائري. ممكن استخدم اللاسو تول مثلا وأرسمها بهذا الشكل مثلا. لا يعني تحتاج شكل متقن مثلا بس ما يكونش حاد. عادة الفقاعة بتاخذ أشكال حادة. مش مشكلة. أنا ممكن أعمل لهذا الشكل Alt وأنسخ وأعمل له Ctrl T وبعدين أستخدم الشبكة. لو تتذكروا بالشبكة أنا قادر أخلي الفقاعة شكلها مش منتظم زي الفقاعة الأولى مثلا بهذا الشكل هكذا. مثلا هكذا أنت على أساس إنه إذا تشيت نوعه بالأشكال. إذا كنتم تشيت نوعه بالأشكال ممكن تستخدمه بأي شيء مش ضروري مع هذه الأشياء. ممكن تستخدموا الشبكة أو الوارب ميش على أساس إنكم تعدلوا بأي شكل أيا كان هذا الشكل. هذا الشكل اللي سويته أنا لو أنا أخذته لهنا كنترول تي وصغرته بهذا الشكل وعملت إنتر وبعدين قربنا لعنده لهنا بهذا الشكل أنا قادر هذا الشكل إني أنا أحوله إلى شكل القطرات اللي هنا. إنما بضطر إني أستخدم بعض الأشياء مثلا أغير أسلوب المزج أخليه أوفرلي أو أسلوب مزج آخر أشوف اللي هو مناسب على أساس يمزجها مع اللي تحتها. الشيء الآخر إيش ممكن أعمل لها دروب شادو وأصغر سايز. طبعا الظل أنا قادر أتحكم فيه كذا بالماوس وأعمل لها ظل وأكمل باقي. إنما علشان أسوي مثلا قطرة ماء زي كذا أول شيء أبدأ أرسمها أشوف مثلا شكل من الأشكال اللي معانا هنا وأرسم شكل زيه مثلا زي كذا. ممكن أخذ شكل زي هذا وبعدين هذا الشكل أشوف كيف عندنا. لاحظوا معي هنا شكل القطرة كيف ممكن يكون. ممكن أبدأ أمسح بالفرشاة أعمل طبقة جديدة وأبدأ أمسح بالفرشاة باللون الأبيض. لاحظوا معي ممكن أمسح بالفرشاة مثلا من هنا من هذه المنطقة بالطرف وأنقص حجم الفرشاة وأعمل حاجة خفيفة كذا مثلا من هنا لغاية هنا حاجة خفيفة وبعدين أصغر حجم الفرشاة كمان أكثر وخط بسيط بهذا الشكل. وممكن أعمل نقطة صغيرة مثلا هنا كنترول دي بهذا الشكل اللي رسمته أنا الآن. هذا الشكل رسمته باستخدام الفرشة شوية مسحت من هنا شوية عملت خط هنا ونقطة هنا وبعدين استخدم FX. يا جماعة هذه هي مجموعة من المؤثرات. إنما أنا برجع أشرحها على واحد هذا كامل بشرحها بس الآن أنا أحتاج منهن الدروب شادو. ايش الدروب شادو؟ ايش الشادو اساسا؟ الظل. الشادو اللي هو الظل. فانا ممكن اعمل دروب شادو واخذ الظل واحطه مثلا هنا تحت القطرة بهذا الشكل. ممكن ازود السايز شوية وازود اخلي الاوبوستي حق الظل اخلي الزاوية حق الظل نفس الزاوية حق الظل اللي هنا الزاوية نفس الزاوية يعني مثلا بهذا الشكل. احاول اني اغير الزاوية هكذا مثلا وازود الديستانس شوية والسايز مثلا بهذا الشكل مثلا. الان سويت الظل بالنسبة لهذه. ممكن اعمل كمان انر شادو. لا انر شادو هنا ما بحتاجوش. ظل داخلي لا ما بحتاجوش. ممكن استخدم البيفل اند امباس. مش يزيد عليكم بهذه الاشياء اوكي. بس هنا الظل كان المفروض استخدمه بطبقة لوحده. ليش؟ لانه هنا عمل لي ظل اسود على هذه المنطقة. كان المفروض الظل لو انا كررت هذه الطبقة هكذا مسخت منها طبقة اخرى بالسحب الى نيو لاير اصبح معي ثنتين. واحدة منهن امسحها بالمساحة هكذا. لاحظوا معي اكبر المساحة وامسحها بهذا الشكل تمام. هذه من اللي فوق ارجعها لتحت
وهذه اللي هنا ألغي منها الظل بالخالص، أعمل له clear layer style. على العموم هذه ممكن أردها Ctrl Z، ممكن أخذ هذه لهنا وأردها لغاية هكذا وأدمج الطبقتين في طبقة Ctrl E Ctrl E. أو كان ممكن أرسم الظل رسمي، يعني ما هيش قضية، كان ممكن أعمل خط هكذا من هنا لغاية هنا. لا تستخدموش الظل، ارسموه بالفرشاة. الظل أنا ممكن أرسم الظل بالفرشاة بهذا الشكل، ممكن أرسم ظل مثلا بهذا الشكل، خليه بلون أسود، أعمله بطبقة تحت مثلا هكذا، هذه طبقة تحت، واختار الفرشاة وخلي الفرشاة باللون الأسود وأرسم ظل مثلا من تحتها بهذا الشكل، وبعدين أبدأ بالمساحة أخفف من هذا الظل بهذا الشكل. يعني مش ضروري تستخدموا الظل اللي استخدمته بهذا الشكل هكذا. الآن هنا هذه الطبقة لو تلاحظوا أنا رسمت فيها الظل، هذه عملت فيها الظل لوحدها، وهذه عملتها كذا. ممكن أنقص الظل الشفافية حق الظل مثلا بهذا الشكل. الآن هذه القطرة لو مثلا غيرت أسلوب مزجها أوفرلي وقلبت أسلوب المزج لغاية ما يطلع معي أسلوب مزج مناسب، خليها نورمال، ممكن أخليها كلر، لا أشوف أسلوب مزج مناسب لها وتصير معي بهذا الشكل. إيش العدسة مقعر أو محدب، مش مموه، يعني إنه هنا القطرة نفسها إما تعطيني تقعر أو تحدب بالنسبة للشكل، هي العدسة بهذا الشكل. بالنسبة للقطرة ممكن أعطيها بعدين انتفاخ مثلا، خليها تطلع معي بشكل قطرة. على العموم أنا مشتيش أخذ أشياء كثيرة بالنسبة، مشتيش أخذ أشياء كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع شوية، لأنه بنحتاج إن إحنا نشرح أشياء مختلفة. طبعا هو يحتاج في خطوات أخرى علشان أعمل هذا. يا جماعة الحكاية ما هياش نمشيكم عشان تتعودوا على حاجة معينة. ممكن أنا علشان أسوي هذه القطرة ممكن أرسم مثلا دائرة بهذا الشكل، لاحظوا معي. ممكن اخذ اداة الجريدينت وانشئ طبقة جديدة واعمل جريدينت ابيض واسود، لاحظوا معي هكذا ابيض واسود فقط، اوكي، واعمل جريدينت هكذا، بس اخلي الابيض يظهر الاسود يظهر، يعني يظهروا معي الاثنين. لو انا كبرت شوية هذه القطرة، لاحظوا معي منطقة الاضاءة عادة في هذه المنطقة، فلو سحبت من هنا لهنا العكس، من هنا لهنا بهذا الشكل Ctrl D. الآن هذه علشان تكون قطرة أعمل لها أسلوب مزج مع الطبقة اللي تحتها بهذا الشكل، بعدين Ctrl T مثلا ألفها أو أعطيها Warp وأبدأ أعطيها الشكل اللي أنا أشوفه مناسب بالنسبة للقطرة، وبعدين Enter. بعد ما أعطيها الشكل المناسب أروح أعمل لها بالفرشاة مثلا لمعة باللون الأبيض وأخفف من الأوباسيتي حق اللون اللي هنا، ممكن أنقص من الأوباسيتي بهذا الشكل، وبعدين أبدأ بالفرشاة باللون الأبيض أمسح على الطبقة مثلا هكذا، هنا أمسح عليها هكذا. ممكن أعمل طبقة جديدة وأعمل نقطة هنا خط مثلا وأنقص الأوباسيتي، وبعدين الطبقتين مع بعض Ctrl E. لا ممكن أعطي الواحدة منهم اللي هي بالأعلى، لا اللي بالأسفل، ممكن أعطيها FX Drop Shadow حاجة خفيفة، ظل خفيف مثلا، أو أرسمه رسم
الافضل اني ارسم هذا الظل رسم، الافضل اني ارسم هذا الظل رسم. ها في هذا الشيء هي العملية عملية تلوين فقط، انما في بعض الاشياء نحتاجها احنا لسه ما اخذناهاش، فان شاء الله ناخذها مرة اخرى. بالنسبة للفقاعة ممكن تسووها، بالنسبة للقطرة انتم مش مطالبين فيها الان، انما قد دخلنا بالموضوع. بالنسبة للفقاعة مثلا، بالنسبة للفقاعة لو عملت لها كنترول تي وبعدين اخذت النقطة اللي هنا وجمعت مع، عفوا لاحظوا معي، نتذكر لما كنا نعمل كنترول تي كنا نعمل بالزر الايمن في معانا امر اسمه برسبكتيف. لما امسك نقطة ايش يحصل للنقطة الثانية؟ يتجمع النقطتين في مكان واحد ولا لا؟ او ممكن اعمل كنترول تي واستخدم الشبكة واجمع النقاط في نقطة واحدة، مثلا هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا كمان وهذه هنا، على اساس اني اعمل قطرة بهذا الشكل، احاول اني في الشبكة احصل على الشكل اللي انا اشتيه. طبعا لازم يكون شكل منتظم، لازم يكون شكل منتظم. كنترول تي ممكن اضغطها بهذا الشكل مثلا وبعدين اضغطها هكذا. حيث اني ممكن احصل على اي شكل باستخدام، بالنسبة للاشكال الشفافة هذه باستخدام الفرشة. كنترول زائد وتصير معي. طيب هذا الموضوع كان بالنسبة للفرشات، واحنا اخذنا بالنسبة للفرشاة اخذنا اشياء كثيرة. امس قلنا ممكن يكون معانا مكتبات كثيرة جدا كبيرة جدا فيها اشياء كثيرة جدا، استخدموا الفرشات في هذه الاشياء. وبعدين شفنا اداة الهيستوري براش، وقلنا هذه الاداة هي بتعمل استعادة لاي حاجة احنا رسمناها. مثلا اذا جيت هنا على هذه الطبقة وعملت لها جريديانت واستخدمت اداة الهيستوري براش، مش عارف الهيستوري براش ايش يعني. لا مثلا لاحظوا معي، اذا فتحت هذا الملف وبدأت مثلا عملت له جريديانت بالهيستوري براش، ممكن ارد الصورة زي ما كانت. اذا الهيستوري براش اساسا هو بيعمل عملية تراجع عن اي حاجة احنا قمنا فيها. يعني مثلا اشتعمل اطار لهذه الصورة، وانا من الغلط طبعا اني اعدل على اصل المفروض اني انسخها. لو انا اعطيتها جريديانت بهذا الشكل وبدأت باداة الهيستوري براش وامسح بالوسط بحيث اني اعطيها مؤثر من الاطراف بهذا الشكل هكذا، مثلا الهيستوري براش يتم التراجع عن اي عملية قمنا فيها. في معانا تحت الهيستوري براش اداة اسمها ارت هيستوري. الارت هيستوري هذه مش زي الهيستوري براش، هذه الاداة من اسمها ارت، هي فرشاة فنية وظيفتها شوفوا كيف تعمل، تحول الاشكال الى الوان فقط. يعني ما تميزش الشيء، شو ممكن تميز الالوان فقط بهذا الشكل فقط، ما اميزش غير الالوان. هذا يعتمد، او اي اداة احنا بنستخدمها هي اساسا بتعتمد على شكل الفرشاة اللي احنا بنستخدمها. يعني لاحظوا معي، يعني الهيستوري براش نفسها لما اختارها في لها فرشاة. يعني انا لما استخدمها ممكن استخدمها بشكل عشب بهذا الشكل، هي بتعمل تشويه للرسم اعتمادا على الفرشاة اللي انا اخترتها. والالوان اللي موجودة ما بيجيبش الوان جديدة، هو يستخدم الالوان الموجودة بهذا الشكل. close واعمل no، ما احفظش الملف. اذا الاداتين اللي هنا، الهيستوري براش بيعمل تراجع عن عمل اي اداة من الادوات اللي موجودة هنا، والارت هيستوري براش بيعمل، هي اسمها الفرشاة الفنية اللي لو انا فتحت اي ملف وبدأت اعدل فيه مثلا هنا وبدأت اعدل على الشخص هذا مثلا، ممكن بالارت هيستوري براش واختار نوع الفرشاة، طبعا موجود هنا الشفافية والاريا والتوليرنس القيم هذه كلها،
ممكن أضغط هنا هكذا، لاحظوا معي، أصغرها شوية بالدال هكذا مثلا. السبب أنها تتوزع معي بهذا الشكل الإعدادات، ممكن أدخل من هنا وأدخل على الشيب دينامكس ونقص السايز جيتر، وأدخل هنا ونقص السبيسينج، حيث أني لما أجي أضغط أضغط ضغطة واحدة في المكان اللي أنا أشتيه بهذا الشكل، فيحول لي الإعدادات بهذا الشكل. طيب هذا شيء من ضمن الأدوات اللي احنا نشي ناخذها اليوم غير الهيستوري براش والأرت هيستوري براش. معانا أداة اللي هي السبوت هيلينج والهيلينج براش والباتش تول والريد آي. هذه الأدوات مهمة جدا بنستخدمهم في معالجة الصور، أكثر شيء بنستخدمهم في معالجة الصور. يعني مثلا إذا فتحت ملف هكذا في صورة ونشتي نعالج هذه الصورة، نلاحظ هنا مثلا زي هذه الصورة معالجة بالفوتوشوب أساسا، زي هذه الصورة مثلا معالجة بالفوتوشوب. لو افترضنا أنه معانا التقاعد هذه منشتيها، أختار الأداة الأولى اللي هي السبوت هيلينج براش. السبوت معناها سبوت، معناها بقعة، معناها بقعة. يعني هذا الشخص إذا فيه نمش مشتيش أضغط عليه في شيء، لاحظوا شوفوا ولا لا، شوفوا أضغط على المنطقة اللي مشتيهاش وشيلها على طول. إذا فيه نمش مثلا أو حاجة يعني أحسن الصورة مثلا هكذا هكذا هكذا. أنا أتكلم على النمش، أتكلمش على الأسنان، لو أخذت في الأسنان ممكن يعمل لي حاجة غير متوقعة، هيش ما عملوهاش علشان الأسنان. ها طيب لو كبرتها شوية هكذا ومسحت هنا مثلا، لاحظوا ايوه بالضبط، لاحظوا معي اذا مسحت مثلا هنا، شوفوا هكذا، اذا مسحت هنا مثلا هكذا هنا بهذا الشكل، اذا جيت على المنطقة هذه مثلا هكذا، يبدأ يعمل عملية تحسين للصورة. هو هذه الأداة هم عملوها ليش؟ هو إذا في تقاعيد ممكن أشيلها، إذا في أي تشويه في الوجه ممكن يعالجه. مثلا هنا لاحظوا معي هكذا، ممكن أسحب من هنا، هنا هذه ما هو إيش بيعمل؟ يحسب المناطق المحيطة وعلى أساسها يعمل عملية التعديل. يعني هنا مش راضي، ايوه هو مش راضي هنا يمسح هذه المنطقة بالذات، لانه هو يحسب اللي باليمين واللي باليسار وعلى اساسه يبدأ يمسح، يحسب المناطق المحيطة بالمنطقة اللي انا مسحها اساسا. لو اشتي تراجع طبعا ممكن استخدم الهيستوري براش بهذا الشكل ورده زي ما. طيب اذا قلنا اداة السبوت هيلينج استخدموها على اساس انه اذا في معاكم تقاعيد ممكن تضغطوا بالماوس تسحبوا بهذا الشكل يمسح هذه التقاعيد هكذا مثلا لغاية، ممكن امسح هذه مثلا بهذا الشكل. يعني حاجات ما احاول لي ما اخذش حاجات كبيرة، حاجات بسيطة، عملية المعالجة تكون بشكل بسيط مثلا بهذا الشكل هكذا. ممكن هنا اكبر حجم السبوت هيلينج وامسح هذه المنطقة وهذه مثلا بهذا الشكل، ممكن هنا مثلا امسح من هذه المنطقة هكذا. لو انا اشتي رجعه زي ما كان بالهيستوري براش امسح ورده زي ما كان بهذا الشكل، كنترول زد واصبح معانا هكذا، هو كان هكذا واصبح هكذا. هذه الاداة اذا في مثلا حبة خال اشتي شيلها، اذا في كلف نمش حاجة زي كذا اشتي عالق الصورة، بحيث انه مثلا في معي حاجات غير مرغوب فيها في بالذات مع الوقوف مثلا هنا زي كذا، هذا مشتيش ممكن امسح مثلا هنا، لاحظوا كيف بهذا الشكل. فباستخدام هذه الاداة تقدروا انكم تشيلوا اي علامات موجودة في الوجه. من ضمن هذه العلامات التقاعيد، اذا في حاجة بالوجه مش عاجبكم ممكن بضغطة واحدة في المنطقة اللي اشتيها، او اذا كانت
على مسار اضغط واسحب. اذا كانت على مسار يعني منطقة معينة اشتشيلها ممكن اضغط واسحب. مثلا هنا اذا جيت بهذه المنطقة وجيت استخدمت الاسبات وجيت امسح هنا بالمنطقة هذه تلاحظوا بهذا الشكل. فايش اعمل؟ اصغرها شوية وامسح مثلا من هنا لغاية بهذا الشكل وامسح من هنا لغاية هنا بهذا الشكل. كذا انا تخلصت من الدبلة اللي كانت بيده. ها طيب نجي نشوف. طبعا مش كل حاجة بتمشي فيها الامور هذه. الدبلة طبعا راحت او الخاتم راح على اساس هو كان حجمه صغير، لكن في بعض الاشياء الكبيرة ممكن تحتاج معالجة اخرى. يعني الساعة لو اشتي اخذها انا بحدد عليها بهذا الشكل مثلا هكذا، بس التحديد هنا كبر، وهذا التحديد اعمل له ايديت. في معانا حاجة في قائمة ايديت اسمها فيل، وقل له كونتنت اوير فيحاول انه يتخيل لي الموضوع من نفسه، بس ما تضبطش طبعا، تحتاج حسابات ادق من كذا، كنترول ال زد كنترول ال زد. يعني مثلا اذا حددت على الوجه، مثلا اذا حددت على منطقة الوجه هنا هكذا، لاحظوا معي بهذا الشكل، وبعدين دخلت من قائمة او عملت له ديليت بما انها طبقة باك جراوند، ممكن اعمل ديليت فيقول لي كونتنت اوير اوكي، يحاول انه يمسح الوجه او الرأس ويألف حاجة من عنده، اي حاجة كنترول دي بهذا الشكل، يحاول انه يشيل المنطقة اللي انا مشتيهاش وبعدين يألف على اساسها اي شيء. هذه احنا بنشوفها يا جماعة، لاحظوا معي هذه بنشوفها مثلا اذا معي هذا الادمي هذا اللي هنا، لو جيت هنا مثلا، لو جيت هنا حددت على الرأس هكذا، بس تحديدي لازم يكون دقيق طبعا، وهذا تحديد مش دقيق، وبعدين عملت له ديليت كونتنت اوير اوكي كنترول دي، يحاول انه يمسح الرأس بنفس الوقت، يحاول انه يعوض من خلال البيئة المحيطة. هنا ممكن استخدم انا السبوت هيلينج وامسح هذه المنطقة مثلا، مش امسحها، احاول اني اخليه يعوضها بشيء اخر. طبعا هنا ممكن مرة ثانية احدد على هذه المنطقة، عفوا لا هكذا، وتخيل كيف بيكون من الداخل، واعمل لها ديليت واختار كونتنت اوير اوكي، ما زالت ديليت. كيف تخلص من هذه الحكاية؟ ولا ديليت ولا شيء. بالماصة امتص لون الخلفية واعمل Alt Delete Control D، وبعدين ابدا امسح بالمساحة بالهيستوري فلاش، ابدا امسح شوي. وبعدين ابدا مثلا اعالج الحكاية هذه باستخدام الفيذر والاشياء هذه، فيصير معي هكذا. انا قادر اضبطها، بس في حاجة بستخدمها انتم مش فاهمين، شفت دايم لك شنا داري لا تختبرش قدراتي. طيب الان بهذا الشكل احنا تكلمنا عن السبوت هيلينج، هذه الخدعة انا بوريكم، بس انا متأكد انه في حاجة كتير بستخدمها انتم مش فاهمين. طيب بالنسبة للسبوت هيلينج أداة تستخدم للتخلص من التقاعيد أو النمش أو البقع أو أي حاجة صغيرة عادة ممكن أشيلها. طبعا هنا لو استخدمت السبوت هيلينج علشان أشيل الساعة، أول شيء لازم أكبر حجمها. لو أنا مسحت من هنا لاحظوا كيف مثلا هكذا، أول شيء لازم أستخدم الحجم المناسب للسبوت هيلينج. مثلا لو ضغطت هنا لاحظوا هنا هكذا، تلاحظ انه يبدأ يحاول انه ياخذ من المناطق المحيطة، يحاول انه يدرس المناطق المحيطة، لاحظوا هنا
مثلا هكذا هكذا، يحاول انه يدرس المناطق المحيطة. لذلك لما تكونوا تمسحوا لا تمسحوش مرة واحدة، حاولوا انكم تمسحوا على مراحل، مثلا هنا هنا بعدين هنا، ممكن امسح هذا، شوفوا هنا يعمل لي مشكلة، هنا بسبب اللون الابيض هنا يعمل لي مشكلة. لذلك الافضل هنا بدل ما امسح، هنا الافضل بدل ما ابدأ امسح اعمل سيليكشن، افضل لي هنا ان انا اعمل سيليكشن وعبي باللون الابيض. Alt Delete ولا Control Delete؟ ولا Alt Delete ولا Control Delete، نغير اللون للديفولت. ايش الديفولت حق الفوتوشوب؟ كيف نرجعه الابيض والاسود؟ ديفولت ايش هو الحرف؟ هي يرجعني للونين الابيض والاسود. اذا اشتي رجع الابيض مكان الاسود والاسود مكان الابيض، بالسهم او اختصارها اكس اكس اكس، ممكن ابدل ما بينهم Alt Delete Control D. كذا تخلصت من المنطقة هذه. الان ممكن بالسبوت هيلينج ابدأ اعالج الزيادة مثلا، او ممكن اصغر حجم السبوت بهذا الشكل، لاحظوا معي، واكون دقيق في الحركة. بالنسبة لعملية التحديد هنا ما كانت مضبوطة معي، بالنسبة لعملية التحديد هنا طبعا انا ما افضل لي احدد بالمجنتيك. ليش المجنتيك؟ لانه في تضاد في اللون ولا لا، في تباين لوني. ليش المجنتيك هنا بدي نقاط كثيرة؟ لان الفريكوينسي كما انا عاملها 100. الان لو جيت هنا وعملت لهذه Alt Delete، عفوا Alt Delete، ما له هذا Alt Delete Control Delete، انا الماوس مؤشر على الفريكوينسي Alt Delete Control Delete. وزي ما قلنا ممكن اجي باستخدام اداة السبوت هيلينج وامسح المنطقة هذه واواصل عملية المسح، بس اكون دقيق في هذه العملية بحيث انه ما يعمل ليش تشابه في البيكسلز. بهذا الشكل تخلص انا من بقية الساعة، ممكن اتخلص منها زي ما تخلصنا من الخاتم اللي موجود، زي ما تخلصنا من بعض التقاعد اللي موجودة باستخدام أداة الاسبات، باستخدام أداة الاسبات هيلينج. في معانا الأداة الثانية الاسبات هيلينج، تستخدم مع البقع. أما بالنسبة للهيلينج براش لها استخدام معين، طبعا بس بطبق هذه بخليكم تطبقوا. الهيلينج براش غير الاسبات هيلينج، اساسا كلمة سبوت معناها بقعة. اذا في معي بقعة شي تخلص منها، اذا في معي اي بقعة شي تخلص منها، ممكن استخدم اداة السبوت هيلينج. لكن في معانا الهيلينج براش، وهذه تستخدم مع Alt، مع Alt، يعني لو كبرت شوية واخذت مع Alt نسخة من هنا، شوفوا، وبعدين شلت يدي من Alt وحطيت النسخة هنا، Alt، شوفوا مع Alt اخذ نسخة من المكان اللي اشتيه، اضغط مع Alt اشيل يدي من Alt واشيل يدي من الماوس واروح احط النسخة بالمكان اللي اشتيه، بس هنا على نفس الطبقة، هنا تمت على نفس الطبقة. طيب يا جماعة، اي اداة احنا بنختارها اعداداتها تظهر معي بالاعلى، تلاحظوا انه القص كان حاد، السبب انه الاداة هنا الهاردنس حقها 100%. انقص قيمة الهاردنس، الهاردنس اللي هي حدة الاداة، اي اداة سواء فرشاة ولا غيرها، حدة الاداة بتلم عن طريق او بتتغير عن طريق الهاردنس، حدة هذه الاداة بتتغير عن طريق الهاردنس. بنلاحظ هنا في معانا سيمبل اور باترن، يعني لو خليتها باترن باترن، لو خليتها باترن، باترن ما تنفعش مع Alt، باترن من غير Alt، حتى لما اعمل Alt ما تنفعش. الاحظ اني انا بعمل هنا تعبئة بعينة، العينة هذه يتم مسكها مع الجسم اللي انا ضغطت عليه. طبعا هنا بكنسل، احاول استخدم حاجة غير هذه الصورة، خلوني بس اشوف صورة غير هذه الصورة. اوبن، بس ما ينفعش نعمل هذا الشيء.
لكم شيء الآن، بدي لكم إلى ما تكملوا، لأنه وشيكم استخدموا حاجة جاهز. لا لا ولا قصدي ولا الله أعلم ما معنا. مش شدي لكم BSD الآن، أنا مشيكم استخدموا تصاميم BSD جاهز. ما هو اللي ضروري؟ ولا أنت داري ما هو الموضوع؟ ها ها ها؟ أنتوا الجد؟ طيب لاحظوا معي. لو جينا هنا بالماجيك إريزر، خلينا القيمة 30 وأخذنا الخلفية من هنا من هنا. خذها ماجيك إريزر، لا بتلاقع. أخلي القيمة مثلا 2، شيلها، لا خليها 10، شيلها من هنا، شيلها بالماجيك إريزر هنا. كنترول تي وأصغر هذا الشكل الآن هكذا. طيب لاحظوا معي، إذا كنت اشتي حط هذا الغزال مثلا خلف النمر، اسحبه. كيف اسحبه؟ كيف اسحب الغزال لتحت؟ لو سحبتها لتحت هذه طبقة طبقة بأكملها مع الخلفية هكذا هتختفي. ممكن احدد على النمر، او ممكن اعمل عملية قص للغزال نفسه. ممكن اعمل عملية قص اذا كنت اشتي يكون بالخلف، اذا اشتي حطه خلفه. ممكن اعمل عملية قص للمناطق اللي موجودة في 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 النمر. يعني ايش؟ يعني هنا انا ممكن احدد مثلا بالمجنتك على النمر بهذا الشكل هكذا مثلا، بهذا الشكل مثلا، واضح؟ انتم دارين ايش قصدي ولا لا؟ اني انا احدد على النمر وبعدين اعمل لي منطقات التحديد هكذا. الان اقفل التحديد بهذا الشكل. يا جماعة انا اللي حصلت عليه الان تحديد على اي طبقة؟ انا على اي طبقة واقف الان؟ على الغزال. انا الان على اي طبقة واقف؟ على الغزال. لو عملت ديليت يحذف الغزال هكذا ولا لا؟ طيب أصبح معي من الغزال مش موجود غير هذه المنطقة. لما ظهر النمر فيبين كأنه خلف النمر بهذا الشكل. هو السبب منطقات التقاطع ما بينهم. طبعا هنا المفروض كان مش الدرجة هذه خلف النمر. طبعا هنا خلفه أنا خليته مرة، يعني كان المفروض أبعده، يعني الرجل شوفوا فين هنا. فبتراجع كنترول زد. لاحظوا معي، بحفظ التحديد حقي. كيف أحفظ التحديد؟ من قائمة select save selection. save selection يعني حفظ التحديد، وأسميه أي اسم وأعمل له أوكي. أشيل التحديد control D. control D طبعا كان لازم أرجع الغزال زي ما كان. control T وأصغره على أساس أنه بعيد مثلا هناك. ممكن أصغره على أساس أنه بعيد، واللي يدخل بمنطقة النمر ممكن يصلوا عملية قص. انتر. لا
الان ممكن اعمل select load selection اوكي لا control select load selection التحديد ان شاء الله انما ممكن بالمساحة انا بس شيء اوصل لكم فكرة فقط ممكن بالمساحة احدد على الغزال مثلا وامسحها من المناطق هذه على اساس انه خالف النمر بهذا الشكل بعدين اعطيه ظل ولا اي حاجة الفكرة هنا فقط انه طبعا كان ممكن استخدم القناع المصري لسه ما اخذناش الماس وبعدين هنا لازم استخدم الضوء والظل لازم استخدم الضوء والظل لانه لو تلاحظوا هنا الاضاءة حقه هنا شوية زايدة الان يا جماعة مش هذا موضوعنا انا لو اشتي اخلي هذا الغزال كنترول تي جنب النمر اوكي مش مشكلة جنبه بالزر الايمن فليب هورزنتال جنبه هنا مثلا بس اذا كنت اشي حطه جنبه لازم اوزن الاضاءة لانه هنا الاضاءة تلاحظوها قوية ولا لا الاضاءة قوية لذلك بستخدم من هنا حاجة اسمها ليفلز ايش يعمل الليفلز يتحكم بالاضاءة السبوت هيلينج قلنا تاخذ البقع بالنسبة للهيلينج براش الهيلينج براش صغرها لو اخذت عينه من هنا مع الت ما بيعملش عينه جالس يعمل باتر ما ياخذش سيمبل ما ياخذش نسخه يا جماعه الاداه الثانيه الهيلينج براش هي تاخذ نسخه من مكان وتحطه بمكان اخر بس لازم اخلي حقها النعومه اقل ما اخليش يعبي بباتر اخليه يعبي سيمبل يعني ياخذ نسخه من الجسم current layer ولا all layers لو خليتها من هنا all layers معناه لو اخذت نسخة من هنا لاحظوا معي مع alt اخذ نسخة من هنا واحطها هنا بهذا الشكل مع alt اخذ نسخة من هنا واحطها هنا بهذا الشكل هكذا ها لو كنت اشتيها بضغط اكثر من مرة لو كنت اشتيها تكون اقوى اضغط اكثر من مرة بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل بس هنا تحتاج كانت ايش تحديد على الغزال كيف حددت على الغزال ضغط عليها مع كنترول على اساس مخرجش من اطار الطبقة بهذا الشكل هكذا وهكذا وهكذا بهذا الشكل نلاحظ انه اصبح معانا الغزال ممكن على اساس ابين الفرق ما بينهم اعمل دروب شادو ظل اوكي يصير معي بهذا الشكل لو حددت على الطبقة حق الغزال مع كنترول ممكن استخدم السبوت الهيلينج براش الت واخذ عينة من منطقة يا جماعة كم معي طبقات ثنتين لما اخذت العينة اخذت من نفس الطبقة ولا من طبقة اخرى من طبقة أخرى السبب أنه أخذ العينة من طبقة أخرى أو قبل أنه يأخذ العينة من طبقة أخرى أن هنا السيمبل أخذته all layers لو كان current layer وبعدين جيت أخذت هكذا alt وجيت أمسح ما يجيب ليش ولا أي حاجة لأنه نفس الطبقة فيجيب لي شفافية يقول لي أنت أخذت من هنا أخذت من هنا إيش أخذ إذا كان current layer يعني الطبقة الحالية فلما أجي مع alt واخذ نسخة من هنا وبعدين اشتعب فيها ايش يقول انت اخذت شفافية بس ما اخذتش حاجة عشان كذا لما يعب فيها يعب فيه شفافية بينما انا لما اخترت الاول اخترت all layers قلت له لما اخذ النسخة
خذها من أي طبقة حتى لو مش من نفس الطبقة. لكن الأول كان إنه يأخذ النسخة من نفس الطبقة المحددة. ما ينفعش يأخذها من طبقة ثانية إلا إذا خليتها all layers. وبعدين أجي أخذ النمر وأخذ منه عينة مثلا من هنا، وبعدين أحدد على طبقة الغزال مع كنترول وأبدأ أعبي العينة هذه في المناطق اللي أنا اشتيها، مثلا هنا هنا. ها لا 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 ضربي بالماوس على أساس أحدد المناطق اللي اشتيها. إلا شيء آخر هنا نلاحظ إنه أنا ممكن زي ما قلت لكم ممكن أنقل كل الأشياء اللي موجودة، بس المهم أحدد. الشيء الآخر في معانا أسلوب المزج بالنسبة للأداة، في أساليب مزج بالنسبة للأداة، في أساليب مزج عن طريق أسلوب المزج أقدر أتحكم في مزج هذا الإفكت مع الطبقة نفسها. إذن استخدموا الأداة الأولى السبوت هيلينج براش على أساس تشيلوا البقع أو التقاعيد أو أي حاجة تشيلوها. الهيلينج براش تستخدموها مع أنت دائما، يعني مثلا إذا جيت عملت فايل أوبن أب، خليكم معي مناظر طبيعية مثلا، لا هذا لا هذا لا هذا هذا فايل أوبن، خليكم معي هذا
طيب لاحظوا معي، معي هذه الصورتين، خليكم معي الهيستوري بلس، احاول امسح الصوره الاولى. لاحظوا معي هنا معي طبقتين، لازم على اساس استخدم الهيلينج براش لازم اختار هنا سيمبل. معناها يا جماعه اني اخذ نسخه، النسخه هذه كيف تؤخذ؟ مع ال. هذه النسخه تؤخذ مع ال. لو تلاحظوا اني انا اخترت من هنا الهاردنس كم؟ صفر. والالايند بنشوف ايش الالايند، لكن هنا سيمبل اول لايرز، يعني اقدر اخذ حق النسخه من اي طبقه واحطها باي طبقه. يعني الت، شوفوا كيف مؤشر الماوس يتغير، معناه الان ايش مطلوب مني؟ اخذ النسخه، الت واضغط بالماوس كذا اخذت النسخه، اجي هنا احط النسخه، بس هنا باخذها من العين الثانيه، الت واخذ نسخه اضغط على الماوس، اشيل يدي من الالت واشيل يدي من الماوس، واجي هنا واحطها، اذا ما وضحتش ازيد مره ثانيه، ممكن اسويها مره اخرى بهذا الشكل. هكذا. الآن هنا أجي مثلا على هذه المنطقة ألت وأخذ نسخة، وأجي هنا وأحط النسخة مثلا بهذا الشكل. ممكن أزيد مرة ثانية على أساس أن تكون أوضح، وأزيد مرة ثالث بهذا الشكل، فيصير معي هكذا. أنتم بتلاحظوا في كثير من الصور، لو تلاحظوا في كثير من الصور بالإنترنت يقول لك الشخص اللي ايش تحول الى مدري ايش بسبب واللي وانشقاق القمر ومش عارف ايش، في صور كثيره لا تصدقوش اللي تشوفوه بالنت. الحاجات اللي تشوفوها بالنت اغلبها مصنوعه بالفوتوشوب، اي صوره تشوفوها عجيبه غريبه كذا تدلونها بالفوتوشوب، اي حاجه ما تصدقوهاش تدلونها بالفوتوشوب. فانا ممكن هنا اخذ مثلا الت، اخذ عينه من هنا واروح هنا واحطها مثلا بهذا الشكل. إذا ما سبرتش أزيد أضغط مرة أخرى، إذا ما وضحتش أزيد أضغط مرة كمان ومرة ومرة لغاية ما أشوفها أنها ظهرت معي واضحة، أزيد أضغط كمان مرة وكمان مرة لغاية ما أشوفها أنها وضحت معي. أجي هنا إيش أعمل؟ ألت وأخذ عينة من هنا، أجي لهنا مثلا للمنطقة هذه وأضغط بهذا الشكل. إذا ما وضحتش أزيد أضغط مرة وأزيد أضغط مرة وأضغط مرة كمان لغاية ما توضح معي، فتصير معي الصورة بهذا الشكل. اللي حاصل يا جماعة إنه أنا إذا أخذت عينة، نفترض إني قفلت هذا الملف مرة ثانية وقلت له من غير حافظ، وهذا مثلا نقفل هذا كمان ونقول له من غير حافظ، وهذا من غير حافظ. مرة ثانية فتحت ملف جديد، لاحظوا معي فتحت ملف جديد بالسنتيمتر بهذا الشكل، وليكن عرضه 40 سنتي والارتفاع 30 سنتي، اوكي، واخذت الصورتين فايل اوبن ريسنت، واخذت الصورتين مثلا الصورة الاولى هذه اسحبها من هنا على اساس ما معدلهاش، اسحبها من هنا لهنا، طبعا بضطر اني اكبر حجم الملف. ايميج كامبس سايز كم كان العرض؟ كم كان؟ 40، نخليه 70، نخليه 70. هنا الت ديليت، لاحظوا معي معي صورتين، معي هنا صوره هذه الثانيه خلاص الاصل اقفلها عشان ما عدلش عليها، والثانيه فايل اوبن عفوا اوبن ريسيرت فتح اخر ملفات، هذه لا فايل اوبن، اين اخذنا هذه؟ لا، ما اخذتهاش، ما اخذتهاش الثانيه اللي هي وولفز اخذ هذه، اعمل لها نسخ وحطها داخل الاي فوتوشوب، برتب لكم الملفات هنا على اساس انهم مطبقوا دي، فين اخذناها؟
شاب فين الصورة؟ صوت مش دي الصوت وهذا. وبعدين نسحبه بأداة الموف تول لغاية هنا ونحطه هنا كنترول تي. ليش كنترول تي؟ لأن الصورتين لازم يكونوا بنفس الحجم على أساس ما يجيبش يجيب لي العين هنا كبيرة جدا على حجم الطفل بهذا الشكل. الآن ممكن أكبر شوية طبعا ما عاد احتاجش لهذا الذئب اللي هنا. ممكن أخذ أداة الهيلينج براش مع ألت أخذ عينة، بس لازم تعملوا هنا أول لايرز، يعني أقدر أخذ النسخة حقي من أي طبقة. لكن يا جماعة لو خليتها كارنت لاير معناه إنه أنا لو كنت على طبقة الطفل وجيت اشتي أخذ نسخة من هنا مع ألت وجيت حطيتها هنا، هل أخذ نسخة؟ ليش؟ لأنه تقول لي أنت كارنت لاير، يعني فقط الطبقة الحالية المحددة. كارنت معناها الحالية، كارنت لاير يعني الطبقة الحالية أو الطبقة المحددة. كارنت أند فلو يعني الطبقة الحالية واللي فلو يعني معناها اللي تحتها. فلو الطبقة الحالية كارنت، فلو اللي تحت. أنا بقول له all layers وخلاص. خذ العينة مع alt من أي طبقة. اخذ العينه من اي طبقه بس تكون محدد على طبقه الطفل. الت طبعا لو ما حددتش على طبقه الطفل عملت طبقه جديده. والت واخذت العينه من هنا وبعدين حطيت العينه هكذا. اذا ما وضحتش ايش اعمل؟ ازيد اضغط مره بهذا الشكل. العينه الثانيه اخذها من هنا مع الت. هذه طبقة جديدة وهذه لا عادي اعملها في نفس المكان. واحط هذه هنا. اذا كنت اشتي اوضحها اكثر ممكن ازيد اضغط مرة اخرى بس في نفس المكان بهذا الشكل. انه مضغطاش بنفس المكان بيعمل لي اهتزاز بهذا الشكل. الان اجي على هذه المنطقة الت واخذ النسخة من هنا وبعدين اجي لهنا وحطها بهذا الشكل هكذا. اذا ما وضحتش ممكن ازيد اضغط مرة اخرى على اساس ان تصير معي التفاصيل واضحة بهذا الشكل. طبعا هنا على فكرة نقدر ناخذ هنا برضه هذا ال هذه حق ال هذه كمان اقدر اخذها من هنا واحطها بهذه الشكل. اللي زايد انا ممكن امسحه، مش انا حطيتهم بطبقة ولا لا. انا قادر استخدم هنا المساحة وامسح الزيادة اللي مش عاجبني مثلا، اساسا عاملها في نفس الطبقة. هذه عيدها مرة ثانية، هذه المنطقة اسحبها مرة أخرى. أرجع للهيلينج براش وأخذ منطقة الأذن هكذا. طبعا لو كنت اشتي أخذ منطقة أكبر كنت إيش بعمل؟ أكبر الفرشاة نفسها. مثلا هنا أخذ هذه المنطقة من هنا لغاية هنا مثلا هكذا. وأحطها مثلا هنا، قصدك هنا أحطها هنا. ممكن اعملها بطبقة جديدة بس المشكلة هنا ان الصورة اساسا لازم تكون بنفس الزاوية. كنترول تي واصغرها شوية بس هنا بتطلع لي حاجة. المهم الفكرة وصلت، يعني اخذ مع الت نسخة من غير الت استخدم هذه النسخة مثلا احط هنا بهذا الشكل. وبعدين طبعا قبل ما انفذ هذه العملية كان لازم اعمل تحديث اساسا على اساس انه ما يكفيش في المناطق انا مشتريهاش.
ايش الريد اي؟ ريد اي عين حمراء. متى استخدم هذا الريد اي؟ لا 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 لا، حق التصوير. كيف حق التصوير؟ اللمعة اللي تجي في العين اوقات، لاحظوا الفلاش لما يضرب في العين يجيب لون احمر ولا لا؟ لاحظوا الفلاش لما يضرب في العين لما نصور يجيب لون احمر. فانا مثلا لو ضغط فوق هذا اللون الاحمر، لو ضغط فوق هذا اللون الاحمر على طول ايش يعمل؟ يشيله. طبعا هنا ما هيش ريد اي، هذه ما هيش ريد اي علشان يشيلها. هو هنا بيقول انها طبيعي ما فيش مشكلة. المشكلة كانت اذا كانت ريد اي، بس كل اللي بتعملوه انكم تضغطوا فوق اللون الاحمر اللي داخل العين وبعدين يرجعها طبيعي. بس يعني اذا في معاكم فلاش في العين، اذا طلع اللون الاحمر داخل العين فلاش، فقط باستخدام هذه الاداة قربوها. اللي معه صورة فيها فلاش بالعين، فيها لون احمر بالعين بسبب ضربة الفلاش، ممكن يستخدم هذه الاداة الريد اي ويضغط على العين ضربة واحدة فقط فوق اللون الاحمر، يشيله ويركع العين طبيعية وكأنه كان ما فيش ولا حاجة واللون الأحمر هذا مش موجود. مفهوم الكلام؟ الأداة بسيطة جدا، استخدامها فقط إني أضغط فوق اللون الأحمر اللي موجود داخل العين. الأداة جابوها علشان الريد آي فقط، علشان العين الحمراء أو اللون الأحمر اللي يظهر داخل العين. يبقى معي هذه الأداة فقط. لو أنا أخذت هذه المنطقة من هنا، بإيش؟ بالباتش تول، أخذتها بهذا الشكل وبعدين أسحبها لغاية كنترول دي فيصير بهذا الشكل. بهذا الشكل لاحظوا معي الباتش تول غير بقية الأدوات الأولى، هي تعمل نفس العملية حق الهيلينج، بس الهيلينج تشتغل مع الهيلينج مع ايش؟ مع Alt. اخذ عينة من هنا Alt، لاحظوا معي Alt، اخذ عينة من هنا من غير Alt احطها. ايش اللي تفكر؟ انا عدنا بالاول، عدنا ما انتقلتش للي بعده، عدنا باللي هي مع Alt. Alt اخذ عينة من هنا واحطها بالمكان اللي اشتيه، هذه الاولى. ها؟ هذه الأولى. الباتش تول، الباتش تول ما تستخدمش مع Alt. يعني لو مشتيش هذه العين أحدد عليها هكذا بهذا الشكل واسحبها لمكان فيه مثلا لغاية هنا، مثلا لغاية هكذا بهذا الشكل كنترول دي. إذا كنت مشتيش جزء مثلا، أو تستبدل مثلا مثلا أخذ مثلا منطقة من قسم آخر، مثلا أعمل له هنا شنب، أو أخذ واحد ثاني في معه شنب مثلا وركبه هنا، ممكن أحدد على منطقة هكذا. بس لو كان في معي واحد يعمل شعر ما بيعمل شنب هكذا، ما عندي كبش. بس قبل ما استخدمها كان لازم اخذ اعمل فيدر، لازم اعمل فيدر تنعيم، تنعيم للتحديد. على العموم بالنسبة للأداة الأولى اللي هي السبوت، أراجعهم بسرعة سأستطبقوها. السبوت هيلينج، السبوت هيلينج أمسح المنطقة اللي مشتيهاش، تبدأ إيش يصل لها؟ تبدأ تختفي ولا لا؟ أكثر شيء بنستخدم هذه الأداة مع التقاعيد أو مع النمش أو البقع اللي أنا أشتي أمسحها من الجسم. إذا كان في معي بقع في الجسم مشتيهاش أستخدم السبوت هيلينج بهذا الشكل. قربوا السبوت هيلينج، Alt، واخذ عينة مثلا مع Alt
اسحبها على اساس استبدلها. ايش في هذه الاداه؟ في ادوات في ادوات. طيب في معانا الباتش تول، قلنا اما اسحب هذه المنطقه لمنطقه اخرى وينقلها لهنا، يعني مثلا اسحبها لغايه هنا وينقل لي هذه المنطقه الى هنا، او اغير من الاعلى زي ما قلنا كل اداه ولها خياراتها، بدل ما اخليها سورس اخليها ديستنيشن. لما اخليها ديستنيشن بدل ما يروح ايش يعمل؟ يسحب المنطقه نفسها ويحطها في مكان اخر. يعني انا بدل ما اروح اقول له جيب لي هذه المنطقه لهنا، لا خذ المنطقه هذه لهنا، هكذا كنترول دي بهذا الشكل، كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد بهذا الشكل. اذا بالنسبه للباتش تول، اما تحددوا على المنطقه وتسحبوها الى مكان اخر كنترول دي، او تخلوها سورس والمنطقه هذه لما اسحبها تجي المنطقه اللي بروح لعندها تجي لك كنترول دي، تصير في هذا الشكل. بس احاول اني اوضعها بشكل صحيح، بعدين كنترول دي تصير معي هذا الشيء. واضح الكلام؟ واضح. اذا كذا عرفنا ثلاث ادوات، السبارك اللي هي تشيل البقع والتقاعيد، اكثر شيء نستخدمها مع البقع والتقاعيد. الهيلينج براش تستخدم مع مع الت، والباتش تعتمد على التحديد. الباتش تول تعتمد على التحديد، والأداة الأخيرة اللي هي الريد آل. طبق. أنا أشوف إذا أنتم شي طبقوا على الصورتين اللي استخدمتينها، أو مش بالضرورة تستخدموا هذه الصورتين، مش بالضرورة. مثلا هنا تستخدموا الصور اللي تعجبكم، مش مشكلة، بس على أساس ما تتأخروش التطبيق. إنما معاكم المقلد اللي انتم مسختوه حق الخلفيات، شوفوا ايش اللي تقدروا تغيروا. اذا نكون انتهينا محاضرة اليوم، باقي بس تطبقوا. طبعا هنا لاحظوا معي، ممكن شوية بس شوية لاحظوا معي هنا انه عادوا في شوية حدود مش حقيقية ولا لا. استخدم الاسبات واحدد على الطبقة وامسح عليها شوية بهذا الشكل. ممكن اذا في معانا مشاكل ممكن